أهلا بكم أعزائي بتمرين جديد من تمارين SQL، ونحن بالتمرين رقم 304، وموضوعنا اليوم هو تعلم Order By و Limit. فإذا سنبدأ. طبعا إذا كنت تريد المتابعة بهذا التمرين أو تشاهده لأول مرة، الرجاء الرجوع للتمارين السابقة ومشاهدتها ودراستها، لأنها مهمة وكل التمارين تقريبا تبني على بعضها. من أساس الموضوع اليوم هو التمرين 302 الذي قمنا به بإنشاء جدول الأفلام. فنحن فعليا نريد أن ننشئ هذا الجدول مرة أخرى في موقعنا أو موقع dbfiddle.com. فإذا قمت أنا بالذهاب لهذا الموقع بهذا الشكل، هنا سنقوم بكتابة الآن سنتدرب، والكود النهائي موجود هنا. لن أعيد شرح هذه الأمور، يفترض أنها أصبحت بالنسبة لك سهلة وعادية لأنك تعلمتها بالتمارين السابقة. فأنا سأنسخ فعليا إنشاء الجدول والديتا الموجودة فيه بهذا الشكل، وهنا بالكويري سأكتب select كل الأعمدة from movies وسأقوم برن. فإذا ظهرت لي كل الأعمدة. بتمريننا اليوم مطلوب منا بداية، فإذا نحن بتدريب 304، مطلوب منا ترتيب النتائج، يعني يجب فعليا أن نستعلم عن الأفلام ونعرضها بشكل مرتب. فإذا لاحظوا ترتيب الأفلام هنا غير مرتب. إذا أردت أن أرتبها بكل بساطة يمكن أن أستخدم عبارة order by، وبعد order by أكتب اسم العمود الذي أريد ترتيب من يعني ترتيب اعتماداً على ترتيب اعتماداً عليه. فمثلاً أنا أريد ترتيب السجلات هذا حسب ال released year. فإذا هنا سأكتب بهذا الشكل. فإذا الآن لو قمت بران، الآن سيتم فعلياً ترتيب هذا حسب السنة من الأقدم للأحدث. order by ترتيبها بشكل افتراضي هو تصاعدي. تصاعدي باللغة الإنجليزية يعني ascending، وب ال SQL نكتبها بهذا الشكل ascending تصاعدي A-S-C. و ascending يعني تصاعدي، يعني من الأقل للأكبر، من الأصغر للأكبر. وعندما نتحدث عن التواريخ فنحن نتحدث من الأقدم للأحدث، فبالتالي أنا رتبت الأفلام من الأقدم للأحدث. الاستعلام الثاني يطلب مني أن أقوم بترتيبها بالعكس، من الأحدث الأقدم. الأحدث الأقدم يعني من الأكبر للأصغر، من الأكبر للأقل، وهذا يعني أننا نقوم بالترتيب بشكل تنازلي، وباللغة الإنجليزية يعني descending، وب SQL نكتبها بهذا الشكل، بهذا الشكل descending. فإذا قمت أنا بران بهذا الشكل، أيضا سيتم ترتيب الأفلام حسب التي صدرت مؤخرا، مثلا بالنسبة لهذه المعلومات بهذا الشكل من أحدث للأقدم. الاستعلام الثالث يطلب منا أن نرتبها من الأقدم للأحدث، لكن فقط يريد أن نعرض آخر ثلاث نتائج أو أقدم ثلاثة نتائج. فيمكن أن نكتب هكذا ascending، وهي بالافتراضي ascending لو لم نكتبها عادي جدا، ونكتب بالنهاية limit 3 لأننا نريد آخر ثلاثة أو أقدم ثلاثة. فإذا لاحظوا سيظهر لي أقدم ثلاثة أفلام. وبالاستعلام الرابع يطلب مني العكس، الأحدث ثلاثة أفلام، فسنكتب بهذا الشكل descending، فسيرتبها بشكل تنازلي من الأحدث الأقدم، وثم سيأخذ أول ثلاثة سجلات، وبالتالي ظهرت لدي هنا كل هذه المعلومات موجودة هنا مع الكود، مع كل شيء، ما عليك سوى العودة إليها. المعلومة الأخيرة التي أريد إضافتها لهذا التمرين وننهي تمرين سريع جدا، أن الليمت يعني دائما، أو متى نستخدم ليمت أكثر الوقت؟ عندما نريد أن نسترجع أول قيمة، أو أول 10 قيم. فمثلا نريد أن نستحدث مثلا، أو نريد أن نسترجع أحدث عشر عملاء قاموا بالتسجيل بالموقع، أو آخر 10 عملاء قاموا بتسجيل الموقع، أو أحدث 10 طلبات في الموقع، أو مثلا نريد أن نجلب آخر 10 مقالات تم إضافتها للموقع. فإذا هذا الشيء نستخدم فيه كلمة limit بـ MySQL. أيضا الشيء الثاني هو أن نقول limit 1
ولمة واحد يعني الأول أو السجل واحد، فبالتالي هنا سأقوم باستدعاء أو الاستعلام عن أحدث فيلم من حيث تاريخ الإصدار ومضاف لقاعدة بياناتي، فهنا نجلب الأحدث. جيد. وإذا قمنا بكتابة هنا بدلا من descending ascending فسنجلب الأقدم. جيد. الأقدم، أقدم فيلم من حيث التاريخ، سنة الإصدار في جدولنا في قاعدة بياناتنا. فإذا هذا هو بالنسبة لهذا الدرس، أتمنى أنكم استفدتم، وتابعوني في الدروس والتمارين القادمة.